هاي جايز، صباح الخير عليكم. كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملين لاباس نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. المهم كما شفتوا في الفلوق اللي قبل، كنت كنبريباري الامتحانات، وهذا الصباح ان شاء الله يا ربي عندي دو زيكزام، وان شاء الله يا ربي ندوزهم مزيان. المهم فقت مع ديك 6، راجعت شويه ودابا طلعت غادي نوجد حوايجي وغادي نهبط نصلي ونفطر ولبس حوايجي. المهم بقاو معايا. عرفتو جايز، كنتسنى الطاكسي بوحدي في الشانطي، ما يمكنش بوحدي، كاينه في الزنقه. وعرفتو كاين واحد البرد، واحد الكزان، انا نوريكم. جايز لقيتوني، يلاه دابا جيت. هاي قولي لي كي جات هادي دابا في التصوير. المهم يدي كترعد، كنتمنى نجيب مزيان في لي ماتيغ اللي دوزتها الصباح يا ربي. المهم درت اكثر ما في جهدي، واخا بديت معطله، مي كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه ييسر لي ونجيب مزيان يا ربي. وصافي هادشي اللي كنت قاريه في العشيه لوجيسيال، مي هاد لا سيونس هي الاخرى، غير ديال لا ريفيزيون. وانا ديجا كنت حضرت الحصه اللي قبل، استفدت بعدا شي حاجه وصافي، ما قديتش نبقى يعني نبقى حتى العشيه حيت ديجا الصباط دبرني. صافي هادشي اللي كاين. دابا غنمشي نبدل حوايجي. اصلا كما تلاحظوا خليت هذا ديال الدار، واخا كنت بغيت نلبس داك النوار المبرا اللي وريتكم في الاول الفيديو، ولكن ما قديتش نلبسو. اويلي البنت بحال حنايا، عرفتوا شي ناقص جوج ولا ناقص ثلاثه، الله اعلم. وصافي يلا معايا نبدل حوايجي ونهبط نتغدى. نحن في المدينة القديمة. Thank you.
صباح الخير عليكم بنات الدراري كبار صغار، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيان بخير. مهم كما تشوفوا الفلوغ كان قصير بزاف، ولكن اول حاجه بغيت نقولها صراحه الصباح فقت ما الحمد لله على كل حال قلبنا وعقلنا كله مع الناس ديال تركيا وسوريا. يا ربي تكون معاكم، يا ربي الناس اللي ماتوا يا ربي ترحمكم، ويا الناس اللي الجروح فيهم ومساكن ربي اللي عالم بهم، ربي اللي عالم بهم، يا ربي تشافيكم، والناس اللي مزيانين ربي تحفظكم، وربي قادر على كل شيء الحمد لله والشكر لله. عتي قلبنا انا الباح اقسم لكم بلا بقيتي كنبكي حيت بقوا في الناس واحد المنظر واحد عرفتي راه الا ما ضربكش قلبك وما بكيتيش وما حسيتيش بهم راك ماشي مسلم، راك ماشي انسان عندك القلب قلب كيحس. هادشي ما كان ما اش غنقول لكم، ما قديتش نكمل الفلوغ، البارح حيت كيفاش تدرت عرفت حنايا التلفازه ما كنستخدموهاش بزاف، اي انا ويسرى انا في تليفوني ويسرى في تليفونها، خلاص ماما ما كتفرجش كاع راكم عارفين، وجداتي مسكينه هي جالسه كنهضروا مجموعين ما كنستعملوش حنا التلفازه، الا كانت مثلا شي حاجه وجداتي قنطت كدير شي حاجه وحنا ما كناش عارفين. وكنت طلع لي واحد الفيديو وكان كيصحابي شحال هادي، وقلت وبقى داك الفيديو ضرني، ولكن ما كنتش عارفه ديال دابا باش عفوني انا ما كنسمعش الاخبار داكشي. وتا البارح حيت بنت خالتي كاينه في تركيا الحمد لله هي مزيانه الحمد لله على كل حال، يا ربي تحفظ الجميع. وعاد اسقنا الخبر ودرنا الجزيره وبقينا كنشوفوا الاخبار وفريمون تاثرنا لواحد الدرجه ما يمكنش، وبقوا فينا الناس داكشي علاش خصنا الحمد لله والشكر لان حنا عايشين مامنين الحمد لله والشكر لله على كل حال على كاع النعم اللي عطانا الله سبحانه وتعالى. وغادي نقولها يا ربي اللي مريض يا ربي تشافيه، ويا ربي اللي مزيان تحفظو، وكل شيء ان شاء الله غيكون مزيان، ربي معاكم وحنا قلوبنا وعقلنا كله معاكم الحمد لله على كل حال. المهم بقيتوني كنقرا حيت راكم عارفين عندي امتحانات، وغتقولي ساره فين وصلتي في المبادره فين راكي ما علمتينا ما والو ما شفنا بو حاجه. الناس بعدا اللي كيصيفطوا لي ميساج غير باش يشوفوني كي دايره وكيسولوني على الحاله النفسيه ديالي، كنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف، راه كنحس انكم فاش كتصيفطوا لي الميساج كنحسكم معايا وكنحسكم كتحسوا بيا وكتحسوا على مدى زعليا. وفريمون كاين شي بنات حتى هما دازو نفس الظروف اللي دزت منهم انا، كنقول لكم نتوما راكم قويين بزاف بزاف، والميساج اللي كتصيفطوا ليا راه كنبادلو ليكم راكم قويين وكونوا ديما قويين والحمد لله على كل حال، ربي ديما معنا وهذه هي سنه الحياه، خصنا نكونوا راضيين بقدر الله سبحانه وتعالى ونكملوا حياتنا في طريق ملتزمه في الصلاه في الصلاه في الصلاه، كنحاول ما امكن انني نصلي في الوقت نتاعي، يا ربي تقدرني من نصلي كل صلاه في وقتها يا ربي. صافي هادشي اللي كاين فين وصلت في المبادره، كما البنات اللي كيصيفطوا لي ميساج راكم ما تتفرجوش في الفيديوهات ديالي كاملين حيت راني قلت فوقاش غادي نبدا المبادره بحكم عندي امتحانات بحكم عندي قرايتي، راه ما يمكنش قرايتي هي الاولى، بديت المبادره حتى من لهنا شهر مي بيان سور. والبارح صورت لكم فلوق في البال غنحط لكم ان شاء الله مور هذا، وصورت لكم كلشي ولكن مازال ما كنشوف لا تفاعل الفيديو ديال المبادره مازال تقريبا انا بالنسبه لي ما شافو حتى شي واحد، بالنسبه لي شافو شي بعض الناس واخا كان واحد قل من 1000 الحمد لله انا راضيه بلي فيديو ديالي، ولكن ما كنشوفش البارطاج ما كنشوفش كتكومونطيو ليا بزاف داك التفاعل كبير كبير باش اي واحد يبغي هذه المبادره يشارك فيها، يعني خصني انا نبغي الفلوغ هذا توصلوه ليا لاكثر عدد من الكومونتيرات والاكثر عدد من اللايكات ومن لافيو، ونشوفكم كتبارطاجيو القناه نتاعي وبارطاجيو الانستغرام، نخلي لكم الانستغرام ديالي الاول هنايا، وعاوتاني موراها نخلي لكم الانستغرام الثاني ديال البال البيصا غنبقى نحط لكم فيه لي زارتيكل. وصافي هادشي اللي كاين الحمد لله على كل حال، وكنعاودها يا ربي راه يا ربي تحفظهم وتشافيهم، واللي مات الله يرحمه يا ربي، وراه ربي معانا ومعاكم معاكم نتوما الاولين،
وحنا قلوبنا وعقلنا كله معاكم، والحمد لله على كل حال. بسلام عليكم، وتسناوني في فلوج جديد وفيديو جديد. بسلام عليكم.